واليوم غنصور لكم الفيديو على كيفاش جات الفكره باش نجي لالمانيا. بروسيس من ا حتى زد، كيفاش جاتني الفكره، كيف داز العام الاول، كيف داز العام الثاني، كيف داز العام الثالث، في البريود اللي كنت باقي في البروسيس، والعام الاول اللي كنت هنا في المانيا. المهم غتعرفوا كل شيء في هذا الفيديو هذا. صوحه كيف ما كتعرفوا، الفيديو اليوم غنكون نهضر لكم على كيفاش جات الفكره باش نجي لالمانيا. دونك شنو وقع قبل 8 سنين ولا 9 سنين في حياتي، ملي كان العمر ديالي تقريبا يمكن 19 20 في ديك الجوايه هذيك، وساعات كيفاش داز البروسيس، كيفاش جات الفكره، شنو عدلت العام الاول ملي كنت باقي في المغرب، ساعات شنو عدلت ملي جيت هنا لالمانيا، باش تاخذوا واحد الفيدباك، باش تعرفوا كيفاش داز هادشي كامل، وباش حتى نتوما تستافدوا من البروسيس كيفاش دازت لي، وتشوفوا كيفاش الواحد يقدر بصح سماي ساوند تشيزي كيف ما كيقولوا باللونجلي، ولكن هاو تو بليف ان يور دريمز اند فولو ذيم، وتجبر باللي عيرجع عليك داكشي كامل من بعد واحد المده، ولا ديك الانفستمنت ولا ديك الاستثمار اللي غتعطلو في حياتك. دونك قبل ما نبداو الفيديو، شكرا لاي واحد اللي كيتبع الكونتوني. هذا غيكون اول فيديو في هذا العام هذايا ديال 2024. كاين بزاف الحاجات اللي موجهت لكم، غتعرفوا كل حاجه في وقتها. وشكرا لاي واحد اللي كيعد لايك كومنت سبسكرايب، راه كيعني لي بزاف هادشي هذايا، على داكشي كنكمل في هذا الكونتوني هذا، حيتاش كنشوف باللي كتستافدوا، حيتاش هذا هو الاهتمام ديالي. اذا كانت شي كاينه استفاده، it doesn't matter واش غنعدل الفيديو ولا لا، ولكن ملي كنشوف باللي كاين ناس كيستافدوا، كيجيو من المانيا بسبب الكونتين اللي كنعدل ولا بسبب الكونسلتنسي ديالي، دونك هادشي هذا كيفرحني بزاف. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم، شوفوا هاد الفيديو هذا اذا كان عندكم الاهتمام بشي واحد اللي يخدم معكم الدوسي ديالكم باش تجيو من المانيا، وساعتك نبداو الفيديو. سنين قبل كنت جالس في مطارك، كنت جالس في تطوان كنقرا في لافاك، باغي نجي لالمانيا، ولكن ما عارف مين نبدا ومين نسال، ما عارفش فوقاش خصني ناخذ الرونديفو مع القنصليه الالمانيه في المغرب، ما عارفش واش نبدا ندفع حتى نشوف بار البي ان ولا من بعد ما نشوف بار البي ان، ما عارفش واش البي ان كافي ولا ما كافيش، ما عارفش شنو هي ستودين كوليك، شنو هي الدارسها، ما عارفش من باركور نمشي فاش، من فيليير نقرا، واش نكمل في داكشي اللي كنقرا فيه في المغرب ولا نبدل، بزاف ديال الاسئله اللي كانوا عندي في راسي. والحمد لله من بعد 6 سنين انا جالس معكم، ساكن في برلين حاليا، ساليت الدراسه ديالي، خدام بروجيكت مانجر، وخديت الجنسيه الالمانيه، والحمد لله هادشي هذايا حققته في هاد المده ديال 6 سنين وانا عايش هنا في المانيا. وهادشي كامل اللي تعلمت في هاد 6 سنين هذه هي جمعت العصاره ديالو، والحمد لله باقي كنتعلم حاجه تختار، وخرجت منه بواحد السيرفيس اللي سميته المودن كونسلتنسي، اللي هي خدمه ديال استشاره والتوجيه من ناحيه ديال الطلبه ولا الناس اللي مهتمه بالهجره لالمانيا، سواء دراسه عمل ولا اوس بيلدون. كنخدم معك الدوسي ديالك باش تجي هنايا لالمانيا، هادشي كامل كنقدر نعاونك فيه، تقدروا تشوفوا الاراء ديال الطلبه اللي ديجا كنخدم معاهم، وشي واحدين الحمد لله ديجا جاوا لالمانيا، عيبانوا لكم هنايا، والبروسيس كدوز سهله سهله وبزاف، ما عليكم غير تكتبوا لي على انستغرام، تما فين كتقولوا لي باللي انتم مهتمين باش نخدم معكم الدوسي ديالكم، ولا باش نوجه لكم، ساعاتك كنشرح لكم عن طريق واحد لابيل اللي كتكون فابور، كنقول لكم كيفاش كدوز البروسيس، وشنو هما لي زوفر اللي كاينين، وقبل من هاد لابيل هادية كتعمرو واحد الكواشنير باش كناخد لي زانفورماسيون ديالكم، كنعرف البروفيل ديالكم، وكنعرف كيفاش نوجه لكم بالطريق الصحيحة على حساب ديك الداتا اللي كتعمروها تما ولا ديك لي زانفورماسيون اللي كتعطيوني. دونك ما عليكم غير تكتبوا لي ميساج على انستغرام، وتما فين نقدروا نبداو الطريق ديالنا مع بعضنا، ونشبر لك فيدباك ونمشي معاك من أ حتى نزيد حتى توصل لالمانيا. كيف ما شفتوا، المودن كونسلتنسي هي خدمه ديال التوجيه والارشاد اللي جات الفكره ديالها قبل عام، المهم جات الفكره ديالها تقدر تقول قبل عامين، ولكن بروسيس باش بدات وكل شيء خدمت عليها، وخدمت على الكونسيبت، وخدمت على بزاف ديال الحاجات، ولكن بديتها عام قبل، بديتها في شهر 9 ديال 2022. يا الحمد لله بزاف ديال الطلبه ديجا جاوا من المانيا، واذا كنتم مهتمين كتبوا لي غير على انستغرام اللي عايبن هنايا، وتما نقدروا نبداو مع بعضنا، كتقدروا ديجا تاخذوا ابيل فابور غير باش نشرح لكم اختار على الكونسيبت ديال الكونسلتنسي، واذا نشوفوا واش نقدروا نخدموا مع بعضنا ولا لا، دونك ما عليكم غير كتبوا لي ميساج. سو بلا ما نطول عليكم، حيت الفيديو اليوم غيكون ديجا طويل، وغنهضر لكم على كيفاش جيت من المانيا. كأي مغربي كنت ساكن في تطوان، ساليت الباك ديالي، خديتها ب 14 إذا ما نسيتش ولا ب 14 ونص، وساعات فكرت باللي اوكي شمن لي شوا اللي كانوا عندي،
انا ملي كنت كنخدم في الباكالوريا ملي كنت كنخدم من امتحان الباكالوريا كنت كنقول باللي انا باغي نعدل لي زيكول سوبيريور يعني كنت باغي كنفكر لانسا كنت كنفكر في ان سي جي كنت كنفكر في المدارس اللي كاينين في المغرب اللي السمعه ديالهم مزيانه واللي كتقدر تخرج منه مهندس ولا تعدل واحد الفورماسيون مزيانه ولا شنو ما كان. مع الاسف 14 في المغرب ما كافيه شي باش تدخل لهاد لي زيكول هادو. كان دونك كان كاين شي كونكور ديال لانسا يمكن في طنجه ولا شي حاجه اللي كانوا كيقبلوا ولكن ما مشيتش دوزتو كده كنت باقي عاقل مزيان الصراحه ساعات قلت اوكي شمن لي شو اللي عندي ملي فكرت وقلت شمن لي شو اللي عندي ساعات عملت لافاك ديجا دز من اخاي خرج بريزولتا مزيانه مشى عمل عامين ديالو خد الدوك ديالو ساعات مشات لواحد المنحه على حساب فرنسا مشى من فرنسا بدا القرايه ديالو كلشي دز مزيان الحمد لله. انا قلت اوكي تقدر لافاك حتى انا تصدق لي ساعه قلت شمن فيليغ اللي غنقدر نعدل كيف ما كتعرفوا كاين لي فيليغ بزاف وهذا هو اول خطا اللي عدلته واللي نتوما تقدروا تستافدوا منه هو بلي عدلت واحد الحاجه اللي مطلوبه واحد الحاجه اللي السمعه ديالها مزيانه ولكن ما شفتيش شنو هو الباسيون ديالي. وطبعا صعيب بزاف كنعطيكم الكريديت ولا كنعطيكم الحق في هذا الموقف هذايا ولا في هذا السن هذايا بلي ما كاينش التوجيه ما كنعرفوش يتبصح اصلا شنو باغي دونك نورمال بلي انت نعتعدل الشوا اللي كيبان لك بلي اغلبيه الناس كيعدلوه ولا اغلبيه الناس اللي كيمشيو فيه مزيان. دونك انا عدلت سمات انفورماتيك اللي هو اس ام اي ولكن كان في ذاك الوقت كان سيون سمات انفورماتيك ابليكي يعني اس ام اي ا. دونك شوبار تعدلتو بالهدف ديال اوكي مطلوب السمعه ديالو مزيانه خاصك اصلا واحد السوي باش تقبل فيه يعني قلت باللي اختار اكسكلوسيف قلت صافي مزيان اوكي علاش ما نعدلوش. عدلتو بديت كنقرا بالهوب ود هوب ولا بالامل باللي غنعدل الدوك ديالي وبدا تجيني شي منحه وغنمشي لفرنسا ولكن ملي دخلت لافاك بلي الحقيقه مختلفه كليا يعني راه غير باش تمشي وتفاليدي راه ماشي ساهل زيد عليها باش تفاليدي بمونسيون راه 16 الوحش اما باش تزيد وتجيب اختار من المونسيون تجيب نقطه عاليه باش تجي لك المنحه وكل شيء اتوا شويه ميشن امبوسيبل. كاين الناس اللي كيعدلوها الاخ ديالي كان واحد منهم ولكن انا بالنسبه لي اي دونت كونسيدر ماي سيلف لايك ا جود ستودنت ما كنعتبرش راسي طالب مزيان. القرايه ماشي معمول السايك ديالي ولا العقل ديالي ما معمولش من القرايه. شنو كنقصد بالقرايه؟ يعني تمشي وتجلسني في لافاك وتقول لي هذا خصك تسمع من هذا الاستاذ هذايا وتمشي وتدوز الامتحان وتبريباري له وفي ذاك الامتحان كيقرر لك المستقبل ديالك كامل. الكونسيبت كامل ما عجبنيش وانا عندي مشكل ملي ما كنقدرش نتكونكت مع شي حاجه ما كنقدرش نتعلمها ولا نمشي فيها مزيان وزيد عليها عمل واحد الفيلير اللي انا اصلا ماشي ديالي. دونك anyways بقيت شبار بقيت ساعات كنفاليدي شي الموديلات شي موديل ما كيتفاليدا وشي باقي عقل كنت دخلت في واحد الانكزايتي في ذاك المومنت هذيك الديبرشن كان داز عام صعيب صراحه يعني اول مره في العام ولا في حياتي اللي كنت دخلت في بزاف ديال التساؤلات وهي واللي هو نورمال هو داك السن هذاك اللي كيجي مع بزاف ديال التغيرات في حياتك وبزاف ديال الاسئله ديال كيفاش باغي تعيش حياتك. صافي شبرت كملت ساعاتك في داك لافاك اللي كيتفاليدها كيتفاليدها اللي ما كيتفاليداش عرفت بلي ما غنقدرش نفجي في فرنسا دونك السؤال شنو نقدر نعدل. ساعاتك باقي عاقل الاخ ديالي كان صيفط لي واحد لارتيكل ستادين ان جيرماني وباقي عاقل على ديك لارتيكل كان كيقول بلي القرايه في المانيا بلي فابور وانا ملي شفت داك القرايه في المانيا بلي فابور اي واز لايك اوكي ذاتس ذا بيرفكت بلان بالنسبه لي حيت ما بغيتش نعول على والديا باش يعطوني الفلوس ما بغيتش شنو سميتو نبرزط العائله ديالي وفي نفس الوقت ما بغيتش شي حاجه اللي غنعرف راسي باللي غنحتاج الفلوس بزاف من ناحيه ديال الدراسه. دونك ساعه قلت اوكي ذاتس بيرفكت بلان حيتاش ما عبرزتش العائله ديالي من ناحيه ديال الفلوس وفي نفس الوقت ملي بديت كنعدل ريسيرش جبرت باللي القرايه في المانيا كتقدر تخدم وانت ما كتقرا ساعه قلت بلي هذا ما يقدرش يكون كاين شي بلان احسن من هذا. في نفس الوقت ماشي بزاف الناس كيمشيو لالمانيا دونك مزيانه ليلي حيت انا بغيت واحد النيو ستارت سو تسي كان في ذاك الوقت الصراحه ماشي بزاف بحال دابا كلشي كيقرا المانيا وكلشي باغي يجي لالمانيا. وفي نفس الوقت قلت غنمشي لواحد الدوله اللي السمعه ديالها مزيانه بزاف معتبره اول وحده اقتصاديا في يوروب ثالث وحده عالميا القرايه بيد عندها سمعه مزيانه قلت بلي هذايا هو احسن بلان اللي نقدر نعدل. صافي بديت كنتعلم وكنعدل ريسيرشز
اوكي كيفاش كدوز البروسيس منين غنبدا منين غنسالي كيفاش غندفع للجامعات كيفاش غنتعلم اللغه الالمانيه وبزاف ديال الاسئله اللي كانوا محيرني على داك الشيء. دابا كيف ما قلت لكم مهاد الشيء هدايا انا بدي كنت فيه وبدي عارف هاد الاسئله كاملين وهاداك الشيء كنبارطاج معكم هاد الكونتوني هدايا. وعندما كنشير الكونتوني هذا كافيكم اللي كنعدل على الشين يوتيوب اللي بزاف ديال الفيديوز كنتنظم اكثر من 80 فيديو كاين المدن كونسلتنسي اللي هي الخدمه ديال التوجيه والارشاد اللي كنخدم معك الدوسي ديالك من احتنزل. دونك اذا كنتي مهتم وما عرفتش منين تبدا تواصل معايا غير على انستغرام اللي عايبان هنايا نقدروا نخدموا مع بعض. وكيف ما قلت لكم حتى انا كنت تما 9 سنين قبل بيدي ما كنتش عارف منين نبدا. عدلت الريسورس ديالي تكيت على راسي ما كانتش سهله بديت كنجبر دي زانفورماسيون بديت كنجرب وكنخدم على البروفيل ديالي اجبرت بلي خصني نقرر واش نقرا بالالمانيه ولا باللونجلي. ساعه بديت قررت بلي غنقرا بالالمانيه ساعتك ملي بديت كنقرا بالالمانيه بديت كنتعلم الالمانيه قلت اوكي فين غنقدر نتعلم الالمانيه حتى ساعتك واش غنتعلمها بوحدي ولا غنتعلمها في شي سونتر. وانا في ديك الساعه مشيت للي سونتر بزاف في تطوان كنظن مشيت ثلاثه ولا اربعه فيهم وكنجبر باللي دائما كيقول لك باللي كياخذ 7 اشهر باش تسالي من الا1 حتى البي1 هذا اذا كنتي يعني تقدر تقول الافريج. اما كاين اللي كيقول لك 10 شهور كاين اللي كيقول لك 11 شهر وكل واحد شنو كيقول. صافي شبرت قلت علاش ما نمشيش نقرا بوحدي. وانا ملي كنت كنشبر كنمشي لديك السونتر كنت كنعدل واحد الحاجه اللي مزيانه كنت كنقول لهم شمن كتب كتقريو به just out of the interest والصراحه كانوا كيبغيو يجاوبوا كانوا كيقولوا لي كنقراو بهذا الكتاب ولا بهذا الكتاب بهذا الكتاب. سجلت الاسماء ديال الكتبه طلعت للانترنت وهذه احسن حاجه اللي كاينه تقدر تقول في المغرب. في المغرب كاين داكشي تقدر تيليشارجي الحاجه فور فري. هنا في المانيا كاين بزاف ديال المشاكل ديال كوبي رايت دونك شبرت بديت كنتيليشارجي داك الكتبه قررت نشبر واحد الكتاب. وانا عمري ما تعلمت بالمناسبه شي لغه بوحدي في الدار باش تكونوا عارفين راه انا ما تعلمتش اللغه بوحدي في الدار يعني فرونسي ولا لونغلي ولا شنو ما كان. دونك انا هذه كانت عندي اول مره نشبر ونجرب كيفاش غنقرا اللغه بوحدي في الدار. باقي عاقل بديت شهر 9 وملي بديت بداك شهر 9 بديت كنعدل داك الاستراتيجيه ديالي اللي غنشبر وكنخدم فيها. وهنايا كيف ما قلت لكم عاود في المدن كونسلتنسي كتقدروا تشوفوا كيفاش نعطيكم بروغرام كامل على حسب البروفيل ديالك حيت التعلم باللغه ما كيتمشى بلي كاين واحد البروغرام غيصلح لكل شيء. كيف ما كتكون مثلا ملي كتعلم لونطريمون ولا كتعدل الدايت الحميه ما كيتمشي بلي نفس البلان على داكشي كتجبر بلي واحد خدم عليه واحد ما خدمش عليه. ولكن اللي كنحاول نعدل بالمودن كونسلتنسي ولا بداك البروغرام اللي كنعطي لك كتعدل واحد الكوشن كتعمرو كنعدل معك ابيل كنشوف البروفيل ديالك ساعه كنعاونك كيفاش تقدر تقسم وشنو الحاجات اللي ترد له من البال. دونك اذا كنتو مهتمين كيف ما قلت لكم كونتاكتوني غير على انستغرام ونقدروا تما نشوفوا شنو المهم. سو بديت كنتعلم اللغه الالمانيه بوحدي بديت شهر 9 ساليت شهر 1 دوزت الامتحان ديالي يعني كنقولوا 9 10 11 12 1 دوزت الامتحان يعني نقول 4 شهور ولا 5 شهور كيف ما بغيتي تحسبها. حيت انا في شهر 1 كنت ديجا كنخدم لي موديول وكنت كنجح فيهم يعني انا النيفو كنت وصلت له في شهر 1 ساعه دوزت يعني كتسمى 4 شهور ولا 5 شهور شحال ما هذيك. ساليت اللغه الحمد لله مشيت دوزت البي ان نجحت فيه. دونك ملي نجحت فيه شني عدلت انا بعدا بالمناسبه باش تكون عندكم شي واحد الفكره كنت انا باقي مسجل في لافاك وكنت باقي كنجح نورمالمون كنخصني نكون كناخذ ليسونس ديالي ولكن حيت انا ما كنتش كنفاليدي كنت باقي الله كنفاليدي الدوك. دونك كنت كنفاليدي كنسالي الدبلوم ديالي ديال الدوك وانا كنتعلم اللغه الالمانيه وانا عارف بلي ما نكملش في هذا الدومين هذا ما نكملش في الانفورماتيك حتى صافي جبرت بلي في داك 3 سنين اللي كنت في لافاك عرفت بلي هاد الدومين هذا ديال لافورماتيك والمات ماشي ديالي. واخا كنت كنجيب نقط مزيانين في المات في الباكالوريا ولكن ما كنظن كنشوف شي راسي شي واحد اللي خدام الخدمه ديال المات من بعد في الخدمه. وانفورماتيك جبرت بلي انا ماشي شي واحد اللي عم بغي نكون الخدمه ديالي كنبروغرام اتس جاست نوت فان فور مي. ساعتك هذا هي كان ديك البريود فاللي بديت كنسقسي راسي شنو كيعجبو بلال. هذيك اول مره كنت بديت كنسقسي راسي شنو كيعجبني وبديت كنعرف شنو كيعجبني. داكشي كيجيب ليكسبيريونس كيجيب التجربه ديال بزاف ديال الحاجات كيجيب السن وكيجيب اللي كتبدا تبلدي ديك الكونفيدنس في راسك. سو شبرت لانفورماتيك ما خصنيش المات ما خصنيش بديت كنعرف باللي خصني داكشي ديال المانجمنت وساعاتك صافي بديت كنكمل على البي 2. دونك دوك كنعدله البي ان ساليتو كنكمل على البي 2 حيت انا عارف باللي اللغه هي كلشي. دونك انا كنت كنشوف باللي بيل زائد اللغه الالمانيه غيمشي لالمانيا واللغه هي كلشي اللغه هي المفتاح ديالك كيقولوا بلي اللي عنده دقمو ما كيتلف يعني كانت عندك اللغه مزيانه عتمشي. سو قررت مع راسي بلي صافي عاد بدا نجبر ونتعلم نكمل على البيدو.
كملت على البيدو بديت كندفع للجامعات وانا كنسالي على الدوك ديالي. جاتني لاكسبتاسيون وهذا الشيء كامل في هذه المده هذه كامله حتى تجيني لاكسبتاسيون باقي ما قلت والو لوالديا. مشيت دوزت الامتحان ديال البي اينز، عرفوني بلي مشيت ندوز الامتحان ديال البي اينز الالمانيه، ولكن ما كاينش الكونفرساسيون على واش انت ولدي خصك تمشي لالمانيا، حيتاش كانوا بزاف ديال الاسباب ولكن ما نهضرش عليهم. وساعتك انا شبرت عدلت الشغل ديالي في صمت. انا جيت للوالدين ديالي بالنتيجه، جيت عندهم قلت لهم تعلمت اللغه الالمانيه بوحدي في الدار، ما برزتكمش بشي حاجه ديال الفلوس، قريتها غير بوحدي في الدار، احتجت غير الفلوس ديال الامتحان. والحاجه اخرى شني اسمه لاكسيطاسيون ديال لونيفرسيتي خصني، انا باغي دابا نجي لالمانيا محتاج الكونط بلوكي. دونك ملي قلت لهم خصني محتاج الكونط بلوكي، طبعا ساعتك شبروا الحمد لله كان عندي السبورت من العائله ديالي، عملت داك الكونط بلوكي، كملت داك الشيء ديال البروسيس، جمعت الدوسي ديالي وباقي عاقل، دفعت الدوسي ديالي في داك الجويه ديال شهر 7 ولا في شهر 8. وساعتك في شهر 8 باقي عاقل كان يمكن خرج لي الجواب. دونك كنت ساليت انا البي ان، ساليت الدوك ديالي، خديت لاكسبتاسيون، عدات الكونط بونكير، دفعت الدوسي ديالي ديال الفيزا، ومن تطوان باش تمشي حتى للرباط باقي عاقل داك ليغاليزاسيون داك التخربيق كامل، كنت كنمشي تما وكنعدل هذا البروسيس كامل، وهادشي كامل كنعدلو بوحدي. وتما فين كانوا بزاف الاخطاء كيوقعوا، الاخطاء وبزاف الحاجات كيتعلمهم الواحد وكلشي. على داك الشيء كيف ما قلت لكم كنعدل معكم هذا الكونتون باش الاخطاء اللي عدلتهم انايا نتوما ما تعدلوهمش، والحاجه تستافدوا من الاكسبيريونس ديالي، تعلموا من هذا الشيء هذايا اللي دوزت سواء قبل المانيا ولا من بعد المانيا. واللغه بقيت كنتعلمها، البي 2 ساليتو وبديت كنتعلم حتى السي 1 بنفس الاستراتيجي اللي خدمت للبي 1 ولا من الا حتى البي 1، هي نفس الاستراتيجي اللي عندك البي 2 هي نفس الاستراتيجي اللي عندك السي 1. واللي غنقول لكم هنايا بين قوسين راه البي 2 والسي 1 ما كيخلعوش، اللي كيخلع هو توصل من الا للبي 1. حيت ملي عتبرع تعلم اللغه الاساسيات ديالها من بعد خصك غير تبني فوكابولير مزيان، هذاك هو المهم. اما الحاجات اخرين هذاك ماشي حتى البرين ديالك ولا العقل ديالك غيكون صافي بدا كيتعلم بزاف ديال الحاجات، ولا بدا كيتعلم شنو هي اللغه الالمانيه ولا شنو هي اللغه ديال الفرنسي ولا شنو هي اللغه ديال الانجلي. كيبقى ساعات خصك غير تركب الكلمات وتعدل الكلمات اللي كيكونوا بروفيسيونيل ولا كيبينوا بلي عندك مستوى مزيان. سو ساليت سي ان حتى هو، وساعاتك انا باقي كنتسنى دابا باش تخرج لي الفيزا، وعاقل بلي بشويه ديال شهر 8 خرجت لي الفيزا. قبل ما تخرج لي الفيزا بغيت نقول لكم بلي كانوا كاينين بزاف ديال المصاريف، كان خصك ديك ليغاليزاسيون في القنصلة، خصك تمشي للرباط، خصك تمشي تدفع الجامعات، كاين اوني اسيست، انا ما كنتش استعملت اوني اسيست، كاين ليغاليزاسيون حتى هي العاديه مع ديال لومباسات كيف ما قلت لكم، كاين الاوراق اللي خصك تطبعهم، كاين الاوراق اللي خصك تيغاليزيهم، كاين ديك البريات، كاين ديك الدفع ديال البريد، كاين امتحان ديال اللغه، كاين الكتوبه اللي كتطبعهم ديال التعلم ديال اللغه، كاين بزاف ديال المصاريف. وهنايا عاد تشوفوا الاكسل اللي كنت انا كنستعملو باش كنسجل داك الفلوس كاملين اللي خصني نصرفهم وشنو خصني، حتى انا بيدي ماشي زعما ماشي عائله غنيه ولا شي حاجه، الحمد لله كيف ما كيقولوا ما عندناش وما خصناش، ولكن انا ما يقش عقلكم بلي كنت زعما ها هما الفلوس عمل اللي خصك ولا شي حاجه. اللي كنبغي نوصل لكم بلي هذه الفكره هذه بلي ماشي خصك تكون غني ولا شي حاجه باش تقدر تجي لالمانيا، خصك غير تشبر تامن بالفكره ديالك وتكون مسؤول، تكون مسؤول. انا مثلا داك الوقت اللي عمشي نجلس في القهوه مع صاحبي عاش برا نشوف نعدل داك الفلوس نزيدهم في داك البروسيس اللي غنحتاج لالمانيا، راه ما يقش عقلكم بلي شي حاجه كتجي غير هايديه بالسهل، ما يقش عقلكم بلي زعما شي واحد اللي وصل حيت كان عنده عائله ديالو ولا هذا ولا ماشي مع عائله غنيه ولا هذه وهذه وهذه. طبعا كل واحد الله يكون في العون، كل واحد والظروف ديالو، والظروف ديالي تقدر تكون احسن بزاف ديال الناس اخرين، ولكن ما يقش عقلكم بلي البروسيس كدوز سهله. حتى شي واحد ما كيوصل، تشوفوا الناس الكبارين الممثلين ولا المشاهير ولا شكون ما كان ولا ديك الانفلونسر اللي كتشوفوه على يوتيوب ولا شي حاجه ولا على انستغرام ولا فين ما كان، كل واحد ما تاخذولوش من المجهود اللي عامل بيهايند ذا كيرتنز ولا في الكواليس، حتى كل واحد عامل المجهود ديالو وكل واحد كيعطي من قلبه، كل واحد والظروف ديالو. كاين طبعا بزاف ديال الهراء ولا البولشيت اللي كيكون كاين في الانترنت، ولكن خصكم تعرفوا باللي المهم هو تامن بالفكره اللي انت باغي توصل لها ولا بالهدف اللي باغي توصل له وتخدم عليه وتشوف كيفاش تقدر تنجح فيه. اللي مزيان في العقل ديال البنادم باللي ملي كتبقى دائما كتشوف نفس الفكره ودائما كتشوف نفس الهدف، العقل ديالك هو كيجبر الحل، وهذه انا 100% كنامن بها، باللي العقل ديالنا
في السبكونشس ديالك كتزرع لواحد الفكره كيبدا هو كيجبر لك الطريق. بغيتي تجبر تنقص الوزن عاد جبر الطريق، بغيتي تزيد في الوزن عاد جبر الطريق، بغيتي تجبر ترجع عندك واحد النظام الحياتي صحي عاد جبر الطريق، بغيتي تشري الدار عاد جبر الطريق، بغيتي تجبر الطوموبيل عاد جبر الطريق، بغيتي تبدل الخدمه ديالك عاد جبر الطريق. تقدر ما تجبرش السيمانه الاولى ولا في السيمانه الثانيه ولا في الشهر الاول، هادشي هذا كياخذ وقت، ولكن هادشي كامل هادي عاد تقدر توصل له، حيتاش العقل ديالك في الوقت اللي كتكون تينا ناعس كيكون كيفكر في الطريق كيفاش تجبر، والامور كتسهل مع عند الله. هادشي هذا اللي بغيت نقول لكم بين قوسين، باللي انا فهاد الفيشي هذا ديال الاكسل كيف ما كتشوفوا مسجل تما كنت كنحسب شحال المصروف كيمشي عندي، وكنت كنحاول نعدل الماكسيموم ديال كيف ما كيقولوا شبارزام ولا ايكونومي، كنت كنشبر كندفع للجامعات كندفع لهم غير بالدفع عادي، ما كندفعش ديك الدي اتش ال ولا شي حاجه، كنت كنشبر كان اوني اسيت ما كندفعلاش، كندفع للجامعات اللي كيقبلوا الدفع ديريكت، كنت كنعدل اي حاجه شنو هو الالترناتيف اللي ساهل فيها ولا اللي رخيص فيها. كنت كنمشي مثلا ندوز في هذاك عنمشي في الصباح باش ما نعشش في لوطيل، كنت كنمشي من تطوان للرباط ما نشبرش لوطيل، عنمشي في الصباح وعنرجع في العشيه، كنمشي في الليل باقي عاقل، كنت كنشبر الكار من تطوان في الجوايه ديال 11 ولا 12 د الليل باش نصبح تما في 6 د الصباح، وملي كنمشي في 6 د الصباح باقا القنصليه مشدوده، كنمشي باقي كنتسنى جوج ديال الساعات باش تفتح القنصليه باش نمشي ندفع الدوسي ديالي. مابقاش عقلكم باللي it just comes out like، مابقاش عقلكم باللي زعما كيجي الواحد غير هيدايا وصافي، كنبغي بصح نحطكم في الصوره ديال كيفاش البروسيس كيدوز وكيفاش الواحد كيمشي من هنا لهنا. ما كاينش ديك زيرو تو هيرو زعما من الحمار للطياره كيفما كيقول. صويا خدمت على داك الشيء كامل، عيطوا لي القنصليه هاي بلال مبروك الفيزا خرجت لك، وهذه هي النقطه فين ساعتك العالم كيضرب في بعضو وكتجبر باللي داكشي اللي كنتي عام قبل نتينا كتخدم عليه راه بصح وصل ورجع حقيقه، نتينا هتمشي من تطوان وهتمشي لالمانيا. واذا بغيتو تعرفوا اختار تشوفوا الفيديو الثاني اللي عايت بوست تقريبا.